السيدة الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الدكتور حسين على التقديم اللي قدمه على دعوته الكريمة. النهارده ان شاء الله هيبقى حاجه فيري سمبليفايد على الايميجنج بتاع النيورال تراك. يعني احنا في البدايه هنتكلم على الديجيتال اناتومي، هاو تو ايدنتيفاي الديفرنت اورجانز، الديفرنت ايميجنج موداليتيز بالديفرنت ايميجنج. From the anatomical point of view, genital renal tract system بيتكون طبعا من two retroperitoneal organs اللي هم الكيدنيز، زي ما احنا كنا عارفينه فايدة الكيدنيز. انا مش جاي طبعا نتكلم على الفانكشن بتاعت الكيدنيز معاكم يعني، بس طبعا اللي هو المينتنس بتاع الالكترولايت هوميستيزيس. والكيدنيز بتمتي في اليوريترز، واليوريترز بيفتحوا في اليورينري تراكت. Different imaging modalities اللي احنا بنستخدمها for imaging of renal tract includes plain x-ray, intravenous urography or bibliography, retrograde biogram, CT, ultrasound, renal angiography سواء including conventional angiography, CT or MR angiography, renal scintigraphy اللي هو using of isotope study for imaging of urinary tract to assess renal function, cystography including برضو conventional cystography او MR او CT cystography وفي avoiding cystourethrogram for imaging of the blood. Anatomically الكيدنيز بتبقى موجودين في طبعا في اللور ثوراسيك والابر لامبر سباين. اليوجوال لوكيشن بتاعت الكيدنيز بتبقى ما بين ال 11th ثوراسيك فيرتبرا، يعني بين دي 11 وال 3. ده النورمال لوكيشن بتاع الكيدنيز، مش لازم تبقى موجوده في كل السبيس ده، بس اللي هي المكان اللي بتبقى موجوده من دي 11 لحد ال 3. الابرايت بوزيشن يعني لو عيان واقف او انا بعمل فيلم ايركت للعيان، الكيدني ممكن يحصل لها ديسند شويه، يعني دي ما بعتبرهاش بقى ان في توزيس للكيدني. لو انا بعمل فيلم ايركت ان انا الكيدني ممكن يحصل لها ديسند باي 2 تو 3 سنتيمتر. والكيدني طبعا زي ما احنا عارفين ان هي بتتحرك مع الريسبيريشن، دي بتبقى مشكله في الايميجنج الديفرنت ايميجنج موداليتيز، ان انا بحتاج العيان يحبس نفسه خصوصا في السي تي او في الام ار اي عشان الريسبيريشن بتعمل موشن افكت مع الديفرنت ايميجنج موداليتيز. ده الساجيتال فيو، ده كروس ايميجنج اناتوميكال دايجرام. ده طبعا منظر الكيدني في السجده، ده الرينال كورتكس اللي هو البريفرال بارت، بعد كده في الرينال مضله، وجوه المضله في البيراميد. البيراميدز اللي هي زي كونيكال شيب، والتيب البيز بتاعتها بتبقى ناحيه الكورتكس، والتيب بتاعتها بتفتح في الماينور كاليسيس. كل اثنين ثلاثه اللي هي البابيل اللي هي بتفتح في الماينور كاليسيس، كل اثنين ثلاثه ماينور كاليكس بيفتحوا في الميجور كاليكس، والميجور كاليسيس بتفتح في الرينال بيلفس اللي هو البروت بارت من الكيدني اللي بيفتح بعد كده في اليوريترا. ده بلين اكس راي ده فور اناتوميكال بوينت اوف فيو. ده بالنسبه لل طبعا زي ما احنا شايفين الجاز باول جاز، ان هو البريبريشن بيبقى مهم جدا في تحضير العيانين، لان الباول جاز ممكن تعمل ماسك للسوفت تيشو شادو بتاع الكيدني. ده السوفت تيشو شادو بتاع الرايت كيدني هنا بين ده ال 12 ثريب، ده دي 12، ده الابر بتاع البول بتاع الكيدني عند دي 12، وده لحد الليفل بتاع ال 3. ده السوفت تيشو شادو بتاع الليفر، ده الليفت كيدني برضه هنا الابر بول بتاع الليفت كيدني عند بين دي 11 ودي 12، وده السوفت تيشو شادو بتاع السبلين. احنا زي ما احنا قلنا برضو ان ممكن وجود الباول جازس، عشان كده العيان اهميه ان العيان يبقى متحضر كويس قبل البلين اكس راي، ان الباول جازس ممكن تماسك السوفت تيشو شادو. هنا الرايت كيدني مش متشافه خالص تقريبا، وده الور بول بتاع الليفت كيدني هنا على الليفت سايد. ده الانترافينوس بايوجرام بعد ما بنيت الايودينيت الكونتراست، بنصور العيان بده الايميجنج. ده هنا بقدر اشوف برضه السوفت شادو بتاع ده الاوت لاين بتاع الرايت كيدني، وده الاوت لاين بتاع الليفت كيدني ات سيروغرافي. ده الماينور كاليسيز هنا طبعا ما بقدرش اشوف الكورتيكو مدار ديفرنشيشن، ده من عيوب الكونفشنال اكس راي ان انا يكون ان انا ما اقدرش اشوف الكورتيكو مدار ديفرنشيشن او الرينال كورتكس او الاسيس للرينال بارينكيما، لكن ده بقدر اشوفه بعد كده بالسي تي او الام ار او ايفن بالالترا ساوند بالحالات الثانيه. الصوره رائعه ما شاء الله. ده هنا ده الماينور كاليسيس زي ما احنا قلنا، ده اللي هي السمول كابس الماينور كاليسيس اللي بتفتح بعد كده في الميجور كاليسيس، اللي بقى عندنا حوالي 3 ل 4 ميجور كاليسيس اللي بيفتحوا بعد كده في الرينال بيلبس، وده اليورتر اللي هو بيبقى دايركتد ميديالي عشان يفتح في اليورينري بلادر في البيلبس.
في النورمال مورفولوجي او النورمال بتبقى الرايت كدني في الغالب تحت الليفل بتاع ليفت كدني. ده عشان لما انا باجي في السي تي او في الام ار بصور اجزاء القدس بتوقع ان انا اشوف الليفت كدني قبل الرايت كدني. لو شفت الرايت كدني قبل الليفت كدني ده ممكن يبقى فيه باثولوجي زي الليفت كدني تحت، فعشان كده ببدا اسسبكت ان فيه باثولوجي موجود. لكن في الغالب او لو انا شفت الرايت كدني اعلى ممكن تكون حاجه رفع الرايت كدني من تحت لفوق. اللونج اكسس بتاعها بيبقى دايركتد من الميديا لللاترال، يعني الكدني بتبقى دايفرجنج لونج اكسس داون وورد اند اوت وورد. دي تبقى بارلل، اللونج اكسس بيبقى بارلل للسواس مصر. في اللاترال فيو لما بعمل العينه لاترال ايمج بيبقى اللور بول بيبقى انتيرو للابر بول، عشان كده اللونج اكسس بيبقى دايركتد داون وورد وانتيرو، واللور بول بيبقى حوالي 2 ل 3 سم انتيرو تو ذا ابر بول. ده صوره في الاي في بي. هنا زي ما احنا شايفين ده الابر بول بتاع الليفت كدني بيبقى اعلى من اللور بول بتاع الرايت كدني. يعني هنا دي 12، ده الابر بول بتاع الرايت كدني عند الميد بتاع الميد بتاع البادي بتاع دي 12، وده الابر بول بتاع دي 11 بين الليفت كدني بين دي 11 ودي 12. ففي النورمال بيبقى الابر بول بتاع الليفت كدني اعلى من الابر بول بتاع الرايت كدني. لو لقيت الليفت كدني تحت الرايت كدني او الليفت بتاعها بتوقع ان في حاجه في السوبرا رينال زق الكدني او حاجه سبلين كبير زي الكدني او ان في ليجن دي يعني دورزا ممكن نسالها دي ممكن تكون احنا قلنا يعني التراسك او دورزا نفس المنظر. هنا برضو ان انا بشوف الليفل بتاع الكدني زي ما احنا بقدر اشوف احكم من الكدني الرايت والليفت كدني الليفلز بتاعتهم. برضو الكروس سيرشن الايمجنج بالسي تي والام ار ممكن يدوني نفس النتيجه بتاعت فده يعني بيورينا ان احنا الديفرنت راديولوجيكال اناتومي ممكن كل موداليتي ممكن اوصل منها للراديولوجيكال اناتومي ولا لا. ففي الام ار برضو نفس القصه ان انا بشوف هنا ده الرايت كدني ودي الليفت كدني، ده تي تو ويتد ام ار اي، ده كورونال ايمجز. ده من مزايا الام ار ان هو بقدر احصل على كورونال ايمجز دايركت. ده الرايت كدني هنا في الام ار وده الليفت كدني، ده تي 2 من غير كونتراست من غير اي حاجه بقدر احسب على صوره كده. وده برضه بيفيدني في عيانين النفرولوجي ان انا لو عيان عنده رينال فيلير او عنده مشكله ممكن اعمل له ام ار غير كونتراست ان انا ممكن احصل على معلومات ان انا لو في عندي بارينكمال افكشن او عندي ليجنز عايز ادور عليها. فدي من الحاجات اللي بتبقى مفيده بالنسبه لعيانين النفرولوجي. هنا برضه ده في النورمال اناتومي، هنا ده الرايت ليفت كدني برضه بيبقى الليفت بتاعها اعلى من الرايت كدني. في السي تي برضه نفس الحكايه، ده في الاجزاء القدس اللي احنا شفناه في الام ار ده كان كورونا، لكن ده الاجزاء القدس ان انا بعد الليفر عند الليفل بتاع السبلين ببدا اشوف الليفت كدني هنا، لكن لسه الرايت كدني ما بانتش. ما بنزل تحت شويه بشوف اللور كدني ده بقى بدل الميدل بارت بتاع الليفت كدني، وده الابر بول بتاع الرايت كدني بدا يبان. فده اللي هو في الراديولوجيكال ايمجنج بقدر اشوف بالسي تي او الام ار اقدر اشوف الليفل بتاع الكدني. زي ما احنا قلنا اللونج اكسس بتاع الكدني بيبقى دايركتد داون واوت وورد وبارل للسواس ماسل. ده ام ار ويز كونتراست، ده تي 1 ام ار ويز كونتراست، بقدر اشوف الكورتيكوم درر ديفرنشيشن بتاع الكدني كويس في النورمال كدني. ده السواس ماسل هنا اللي هي اوبليك دي، ده السواس ماسل. اللونج اكسس هنا بيبقى بارل للونج اكسس بتاع السواس ماسل بالنسبه للتو كدني. برضه في الاي في بي او الاي في يو برضه بقدر اشوف اللونج اكسس بتاع البوث كدنز هنا، ده باراليل ده السوفت تيشو شادو بتاع السواس ماسل هنا، وده بيبقى باراليل ليه. وده برضه اللونج اكسس ده بيهمني ان انا لو اللونج اكسس ده باراليل لبعض ما هماش دايركتد داون وورد اوت وورد، لو باراليل لبعض ده بفكر في حالات اللي زي الهورس شو كدني، او ممكن تكون حاجه زي الابر بول بتاع الكدني زي لو حاجات في زي سوبرا رينال ماس او حاجه ماس ميديا للكدني وزقاها بتغير اللونج اكسس بتاع الكدني. فدي برضه من الحاجات اللي هي بتبقى مهمه ان انا اسست ال اللونج اكسس بتاع الكدني، ان انا ممكن يبقى انديكيتور ان في ليجن موجود هنا او انه في كونجنتال انومالي زي حالات الهورس شو كده مثلا. النورمال سايز بتاع الكدني بيبقى حوالي الادلت من 9 ل 11 سم. الرايت كدني في الغالب بتبقى شورتر زان الليفت كدني، بس الماكسيمم اللي هو في الديفرنس بتاع السايز بيبقى حوالي 1.5 سم. في طريقه ممكن اقيس بيها السايز بتاع الكدني من البلين فيلم. بالنسبه للسي تي او الام ار او الالترا ساوند انا ممكن اخد الدايركت ميجرمنت على طول، لكن في البلين اكس راي بيبقى في صعوبه ان انا اقيس السايز بتاع الكدني. لكن رافلي كده ان انا ممكن اقيس في اللاترال فيو ان انا اجيب البوستيريور بوردر بتاع السكند لامبر بالدبره، والسايز بتاع الكدني تقريبا بيبقى حوالي 3.7
طول البوستيريور بوردر بتاع السكند لانجر فيرتيبرا. ده ممكن يبقى رافلي الانديكيتور للسايز بتاع الكدني. انا ممكن اعرف رافلي الكدني دي سمول اور نورمال سايز. لكن ده بالنسبه للالترا ساوند ديزيز ميجر. الالترا ساوند هو عيبه الوحيد الالترا ساوند ان هو اوبريتور ديبندنت. فالالترا ساوند ان انا بقدر اشوف فيري سيمبلي كده هو حاجه بيت سايد للعيان. انا اقدر اسس السايز بتاع الكدني في عيان انا شاكك ده اكيوت او كرونيك رينال فيلير. عايز اعرف السايز بتاع الكدني البروجينيستي. الالترا ساوند ديزيز ان انا اقدر اجيب التو كيرسور ده الابر بول بتاع الكدني ده اللور بول بتاع الكدني. بقدر اجيب اللونجيتودينال اكسس بتاع الكدني ده هنا 11 سم ده نورمال سايز كدني. وده البوست اللي هو الابيض ده اللي هو بنسميه كوجينيك ستراكشر في النص ده اللي هو الرينال ساينس اوف الكدني. فالالترا ساوند من الحاجات اللي فيري ايزي وفيري سيمبل لان انا يديني انديكيتور بالنسبه للسايز بتاع الكدني. وقلنا عيبه الوحيد ان هو اوبريتور ديبند. يعني انا ممكن اطلعها 11 سم ممكن واحد يجي يقيس يبقى اقل شويه اكتر شويه لان انا ما عنديش صوره فيكسد اقدر اقيس عليها. دي بتعتمد على ان انت ممكن لو غيرت شويه في البروب او في الاوبجكت بتاعت البروب ممكن يعمل شويه تشينج. وده من عيوبه ان هو زي ما قلنا ان هو بيبقى اوبريتور ديبند. الكينز بصفه عامه بتبقى عامله زي البين شيب. ممكن الكونتور وانا باسس الكونتور بتاع الكدني. يعني احنا اسسنا الليفل بتاع الكدني اسس السايز بتاعها اللونج اكسس. بعد كده بقيس الكونتور بتاع الكدني الاسسمنت بالديفرنت ايمجنج موداليتي. ممكن الاقي فيه نوتشز اللي هي بتبقى حاجه اسمها بيرزيستنت فيتال لوبيوليشن ودي بتبقى من الحاجات النورمال فاريانت في الكدني. ممكن يبقى فيه لوكال بالج او كونفكستي اللي بنسميها دروميداري هامب دي برضه من الحاجات اللي هي النورمال فاريانت في الكدني. او لو السبلين كبير وعامل كومبريشن ممكن يعمل سيميوليت زي فوكال بالج في الكونتور بتاع الكدني. ده اكزامبل في الاي في بي هنا ده لو مشينا مع كونتور في هنا حته بارجنج في الكونتور ده اللي هي البرزيستنت فيتال ريفيليشن اللي موجوده في الكدني. وده بيبقى من نورمال فاريشن في الكدني ده في صوره الاي في بي. الكدني ممكن اشوفها كويس في الاكس راي لو البرينين الفات اللي حواليها كويس. يعني لو في كونسيدرابل اماونت اوف برينين الفات حوالين الكدني ممكن تبقى ايزلي فيجواليزد في البلين اكس راي العادي. الكدني بتبقى الكدنيز ار كونتينت وزن ذا رينال كابسول سراوندد باي ذا رينال فات. يعني الكدني متحوطه بالرينال كابسول. بعدين بعد الكدني الرينال كابسول بيبقى حواليها الفات بره الفات بيبقى في حاجه اللي هي اسمها جروتس فاشيا. لما بيحصل هيموريج باص او ريورين حوالين الكدني ده في الغالب بيبقى مينتيند جوه البري رينال فاشيا. ده بيمنع ان هو يعمل اكستنشن لل سواء هيموروج او باص او يورين بيمنع الاكستنشن بتاعهم بره البرينينال فاش. والاير اوف بارا نفرك فات سيرامز اند كاشن ذا كدني. يعني الفات ده بيبقى عامل زي كاشن او بيحمي الكدني لو في حاجات تروما او سام سورت سام ثينج لايك ذات ان هو بيبقى عامل زي كاشن بيحافظ على الكدني. زي ما احنا قلنا الفات في البلين اكس راي بيبقى اللوسنت بيبقى زي اسود لاين اسود هنا كده ده زي ما هو باين. ده السوفت تيشو بتاع الكدني اللي هو ده وده السوفت تيشو بتاع الفات اللي هو بيبقى اللوسنت اللي هو اللاين اللي باين اسود ده بين الصوص ده السوفت تيشو بتاع الصوص. وده اللور بول بتاع الكدني اللي بيبقى حوالين ده اللي هو بيبقى البرينيفريك فات ده برضه ده اللور بول بتاع الليفت كدني. واللي حواليه اللوسنت اللي حواليه ده اللي هو البرينيفريك فات. طبعا السي تي والام ار اتس ايز ان انا ديتكت الفات. طبعا لان الفات لازم يبقى كلير يبقى اسود كده في السي تي وفي الام ار لان اي حاجه بتحصل بقى في الفات ممكن اشخص منها انفكشن ممكن اشخص هيموريج او فلويد موجود في يورينوما او سامثنج لايك ذات. ان انا ممكن اي ديستورشن بتحصل للفات ما بشوفش الفات كلير لكن انا شايف الفات هنا في الانتيرو ابدومينال وول زيه زي اللي حوالين الكدني ده كلير فات ده الكدني وده البرينا فات اللي حوالين اللي احنا قلنا عامل دايكشن حوالين الكدني. الام ار الفات هنا بيبقى باين اسود في السي تي يعني المنظر ده الفات بيبقى دارك هنا في السي تي لكن في الام ار الفات ده في التي تو ودي الام ار الفات بيبقى باين هايبر هنا اللي هو الابيض اللي حوالين الكدني كل ده بري نفريك فات. ده الرايت كدني ده تي تو ام ار وزاد كونتراست ده كورونال ايمجز ده الرايت كدني دي الليفت كدني اللي حواليها ده اللي هو البري نفريك فات ده السوس ماسل اللي هي موجودين ده الانتستين ستاينر جروب على الناحيتين ده بارت من السبرين هنا وده الليفت لانج وده الليفر في تي تو ويتد ام ار. بالنسبه بقى للايمجنج بتاع الكدني في الايمجنج موداليتيز اللي هو اول حاجه او الموست اوف بيبلز يوز اللي هي الالترا ساوند اوف
كيدنز. الالترا ساوند هو ذا سمبل وده احنا قلنا عيبه الوحيد ان هو اوبريتور ديبندنت، لكن له في مزايا ان هو مفيش فيه راديشن سيف لو واحده بريجننت ان انا استخدم الام ار. ده بيديني فكره مبدئيه لو في اي ديزيز موجود في الكيدني ممكن يديني فكره مبدئيه، لكن ده بيزك بارت اوف ذا ستادي اوف ذا اي ايمجنج. لازم ابدا بالالترا ساوند يعني اي ايمجنج للكيدني اول حاجه ابدا بيها اللي هو الالترا ساوند، واللي هو ممكن يعمل لي جايد لو في حاجه او ما فيش حاجه او ان انا محتاج سي تي او محتاج ام ار بعد كده. بس البيزك ايمجنج موديول اللي هو الالترا ساوند للكيدنز. ممكن استخدم الجري سكيل الترا ساوند الالترا ساوند العادي او لو دوبلر لو انا عايز اسيست البرفيوجن بتاع الكيدني اسيست الباسكولار سبلاي بتاع الكيدني بستخدم الدوبلر الترا ساوند. الالترا ساوند بتديني فكره عن الرينال بارينكما سوليد لو في ليجن ده سوليد او سيست ممكن ايزلي بالالترا ساوند. لو في دايلاتيشن في البلفيك اسيال سيستم او هايدرونفوزس بتشخص بالالترا ساوند. بيستخدم مع الاي بي بي او كان بيستخدم لحد قريب مع الاي بي بي فور فيرست لاين اوف ايفالويشن اوف هيماتوريا. دلوقتي هيماتوريا اتس بيتر ان انا اعمل كروس ايمجنج اعمل سي تي، لكن مبدئيا الافضل ان انا ابدا بالالترا ساوند. طبعا رينا ترانسبلانت لو في اي كونجنتال انوماليز موجوده او ستونز اتس ايزلي تو دايجنوز باي الترا ساوند. ممكن اقدر اشخص الكورتكس والمظله ان انا اشوف رينا بيرد والمظله تبقى البيراميدز في المظله تبقى ليس اكوجينيك زي الرينا كورتكس. الاكزامينشن بتاع اليورينري بلادر برضه النورمال وول سيكنس بتاع اليورينري بلادر بيبقى اكتر او حوالي 6 مللي او اكتر. الفلويد بيبقى كلير لو في اي تغيير في الفلويد بتاع البلادر ده بيحصل في حاله الانفكشن او لو في هيماتوريا. ممكن اسس الريزيدوال يورين في البلادر بالالترا ساوند. ده اكزامبل النورمال الترا ساوند زي ما احنا قلنا ده رينال كورتكس الجزء اللي بره الكيدني اللي هو الاوتمندال كورتكس والكوشينيك، والجزء اللي هو الهايبو ده اللي هو المور دارك ده اللي هو رينال بيرمنتس دي اللي موجوده في الرينال بيضاوي. فالجزء اللي بره ده اللي هو الرينال كورتكس اللي هو الكوشنيستي بتاعه عاليه شويه، وده الجزء اللي في النص ده المضله اللي هو فيه بيبقى جواه الرينال بيراميدز اللي هي بتبقى زي بيراميدال شيت كده وبتبقى هايبو كوشنيك. ده الاور بول بتاع الكيدني وده اللور بول وده الليفر ده اللي هو اللونجيتيودنال سكان في اللونج اكسس اوف الكيدني. ده اكزامبل ديتكشن ستون. الستون بتبقى باينه هايبر ايكوجينيك هنا تبقى ايكوجينيك في ال ده ستون هايبر اوكوجينيك اللي هو موجود في النص ده ستون في الرينال بيلبس ده في اللونج اكسس بتاع الكيدني. برضه ممكن اعمل ترانسفيرس سكان للكيدني ممكن اشوف هنا الستون برضه موجوده في ده ترانسفيرس سكان ده الكيدني ده رينال بارينكما وده الرينال ساينس وده الستون هنا موجوده في الرينال بيلبس. ده برضه اكزامبل نورمال ستادر اوف ذا كيدني وده بنشوف مفيش سبليتنج للرينال ساينس ده في حالات النورمال كيدني، لكن هنا في حاله فيها هايدرونفروزس بشوف سبليتنج للرينال ساينس. ده في دايلاتيشن للرينال بيلدس في حالات الهايدرونفروزس which is easily diagnosed by ultrasound. الدوبلر الالتراساوند برضه من الحاجات اللي انا ممكن استخدمها ان انا بقدر اشوف ال اشخص الرينال الترا ستنوزس اشوف البيتنس بتاع الرينال فين برضه باي رينال الترا ساوند. ده هنا نورمال دوبلر ستادي واشوف الفين هنا انتيريور ده الارتري وده الفين رينال ارتري ورينال فين والفين بيبقى انتيريور تو ذا رينال ارتري. ده الكيدني برفيوجن اسسمنت اوف كيدني برفيوجن في حالات بالذات حالات الترانسبلانت ان انا بشوف الاسسمنت البرفيوجن بتاع الكيدني باي باور دوبلر الترا. السي تي اوف ذا كيدني احنا اتكلمنا عن الالترا ساوند بسرعه برضه بنتكلم السي تي بسرعه لان طبعا الايمجنج طويل بس احنا بنحاول نختصر الحاجات المهمه اللي هي تفيد في حالات الفولجي. السي تي ممكن يتعمل من غير كونتراست او بكونتراست. من غير كونتراست ان انا عايز اسس كالسيفيكيشن عايز اشوف الكونتور بتاع الكيدني عايز اشوف في ستونز ده كل ده بحتاجه بعمل من غير كونتراست. كونتراست الترا ساوند ده لما انا عايز اعمل اسسمنت او ايفالويشن للرينال بارينكما او لو في ادرينال ليجن عيان انا شاكك فيه في ادرينال ليجن بعمل له سي تي ويز كونتراست. سي تي ويز كونتراست مع ال 3 دي ريكونستراكشن ده بقى بحتاجه في حالات الايفالويشن اوف رينال فيزنز خصوصا في حالات الرينال ارتري رينال ارتري سموزس ايفالويشن للدونر بري ترانسبلانت بحتاج اعمل 3 دي ريكونستراكشن مع السي تي انجيوجرافي بحتاج احقن ايودين
donated contrast عشان اعمل evaluation للبلد فيزن. يعني سيتي انجيوغرافي بحتاج احقن ايودينيتد كونتراست. ده النورمال اناتومي بتاعت السيتي. ده الانفيرو فينا كيفا. ده الليفت رينال فين. شايفه انفيرو ده ذا اورطه. ده الليفت. ده الانفيرو فينا كيفا. ده الليفت رينال فين بشوفه انفيرو تو ذا اورطه. ده الرايت كيدني. ده الليفت كيدني ودي الرايت كيدني. ده برضه نفس الاي بي سي الاورطه. ده بقيه الرينال فين. يعني انا شايف جزء من هنا الرينال فين منه داخل اوبليك فجزء منه بيجي في قط والجزء الثاني بشوفه في القط اللي بعده. ده الليفت رينال فين ده بقيته. ده الرينال ارتري بدا يظهر هنا اهو على الليفت وده جزء منه على الرايت سايد اللي بيبقى انفيرور للانفيرور فينا بيبقى بوستيرور للانفيرور فينا كامل. لا ده دي عشان متفقنا يعني بيبقى في الليفل اللي تحت اه يعني ده بس عشان متفقنا ده برضه تكمل الرينال هايلم وده الجزء اللي هو بتاع الرينال فين بيدخل هنا بوستيرور تو الارجيس. ده ممكن نستخدمه بعد كده في الاسسمنت. قول لي بقى 17 دقيقة ايه و 18 دقيقة ممكن ان شاء الله. الفيديو موجود يعني الفيديو ده انا يعني بصراحة رائع جدا وده يبقى مرجع كويس قوي لنا يعني. فالفيديو بقى داونلودد ومعاك السلايدز عاوزين ايه احسن من كده يعني بالنسبة لي والله المحاضرة رائعة جدا. اتفضل. بعد كده احنا عملنا اسسمنت للكيدني. بنحاول نعمل اسسمنت للبريرينال سبيس. ده اللي بيبقى باوند زي ما احنا قلنا حوالين الكيدني في البريرينال فاش البرينيفريك فات. وبعد البرينيفريك فات ده بيبقى موجود حواليه الجوتس فاشا اللي هي بتبقى عامله سراوندنج الكيدني والبريرينال فات. بعد كده الاسسمنت بتاعت الرينال فاسكوليتشر او البلاد فيزلز اوف ذا كيدني سواء الرينال ارتري او الرينال فين. في نورمال اناتوميكال فاريشنز في الرينال فاسكوليتشر. النورمال رينال ارتريز يوجوالي الرينال ارتريز بيطلع من الابدومينال اورتا عند الليفل بتاع الواحد الاثنين بلو ذا اورجن اوف سوبيريور ميزنتريك ارتري. يعني هو بيبقى طالع السوبيريور ميزنتريك ارتري وتحته الانفيريور ميزنتريك ارتري وطالع بينهم الاورتا. السوبيريور من الفيرم زنتر كارتر بتطلعوا انتيريو من الاورطه لكن اللي بتطلع البرانشز اللي هي بتطلع اللاترال اللي هي الرينال ارتريز. الرايت رينال ارتري زي ما احنا شفنا في الصوره قبل كده بيمشي بوستيريو للاي بي سي والليفت رينال ارتري بيبقى ماشي بوستيريو للرينال في. وبيبقى فيه ممكن يحصل ان انا الاقي مور ذان 1 ارتيريال سبلاي للكيدني في حوالي من 20 ل 30% من الحالات. الرينال فينز بتدرين في الانفيرو فينا كيفا من على الناحيتين بتبقى انتيرو للارتريز. الليفت رينال فين بيبقى لونج مور لونجر ذان رايت رينال فين عشان كده في الترانسبلانتيشن الترانسبلانت سيرجن بيحبوا ياخدوا الليفت كيدني اكتر عشان خاطر ان الليفت رينال فين بيبقى اطول من الرايت رينال فين فده بيسهل عمليه الانستموزس. الليفت جونادال فين اللي هي درين بيبقى درين في الليفت رينال فين لكن الرايت جونادال فين بيدرين دايركت في الانفيرور فينا كيفا. وفي كومن فاريشن بتحصل في الرينال فين بتاعت الليفت كيدني ان هو بيبقى في حاجه ريترو اورتيك فين ان احنا الرينال فين بيبقى ماشي في الغالب انتيرور تو ذا اورتا ومشي ورا الاورتا بيبقى انفيرور بنسميه ريترو اورتيك فين. ممكن يطلع من الكيدني ويتقسم واحد يمشي انتيرور واحد يمشي بوستيرور لل الاورطه ده بنسميه السيركم اورتيك رينال فين. الاسسمنت بتاعت البلاد فيزل ممكن نعملها بالدوبلر ارتر ساوند ممكن نعملها بالسي تي انجيوجرافي وممكن نعملها بالام ار انجيوجرافي. سيمبلي كده بالالترا ساوند بالدوبلر ارتر ساوند ممكن اشوف الرينال فين هنا ده بيتنت رينال فين اللي هو باين باللون الازرق ده ده انتيرور للرايت رينال ارتري. ده اكزامبل برضه لفائده الدوبلر ان انا برضه ممكن اقدر افرق الهيدروفوز لما اشوف هايبوكوك ستراكشر هل ده بلاد فيزل دايليتد رينال انيوريزم اور سمثينج فاسكولار مالفورميشن ولا ده هيدروفوز. سيمبل ان انا بدوس على الدوبلر بقدر اشوف ان هنا مفيش كلر في الدوبلر سايز وده انديكيت ان ده هيدروفوز مش بلاد فيزل اللي هي واخده كلر حواليه. بالنسبة للانجيوغرافي ده اكزامبل لكونفنشنال انجيوغرافي. ده حالة فلاش اورتوغرافي هنا في بري ترانسبلانتيشن وده هنا الرايت رينال ارتري ده اللي موجود على الرايت وده الليفت رينال ارتري وفي اكسسوري برانش هنا موجود
على الليفت سايد يعني الرايت رينال ارتري سنجل الكيدني كويري دبل ليفت رينال ارتري. اما بعمل سيلكتيف انجيوغرافي وبخش بالكاثتر جوه الاكسسوري ده واشوف هو سبلاين ايه, بلاقي سبلاين اللور بول بتاع الكيدني ده كونفيرم ان ده اكسسوري برانش للور بول بتاع الليفت كيدني. سيتي انجيوغرافي في نفس الحاله بشوف هنا سنجل رايت رينال ارتري, شايف ليفت رينال ارتري هنا على الليفت سايد. ولما بعمل ميرب او 3D انجيوغرافي وسوبليكتي بقدر اشوف البرانش اللي سبلاي للور بول اللي هو باين هنا في الكونفشنال انجيوغرافي. يعني ده هنا في دبل رينال ارتري سبلاي, ده المين رينال ارتري, وده الاكسسوري اللي سبلاي للور بول بتاع الليفت كيدني, وده الرايت رينال ارتري. سي تي بيحتاج رابط كونتراست انجكشن, بيحتاج طبعا اجهزه تكون سريعه كمان اللي هو الهيليكال سي تي, ان انا بحتاج كل ما يبقى جهاز احدث او الديتكتورز اللي فيه عاليه كل ما بيديني بيتر ايمج ريزوليوشن وبيديني نتائج احسن. بالسي تي بقى 3 دي ريكونستراكشن بقدر اشيل السوفت تيشو, بشيل البون واسيب الفيزل بس زي الستور اللي شفناها قبل كده. بنستخدمه في حالات الدونر قبل ما اعمل نفريكتومي بالاسسمنت اوف دونر بيفور ترانسبلانت. في حالات اللي روتربريبل جانكشن اوستراكشن ممكن يبقى فيه كروسنج فيزلز هي اللي عامله الاوستراكشن, ممكن احتاج اعمل سي تي انجيوغرافي او في حالات الرينال ارتريسكوز. ده اكزامبل لحاله, ده اكزامبل سي تي انجيوغرافي, ده الاورطه شيء اقدر اشوف الاسروس اسرومتس ليكس كاتسفايز اسرومتس ليكس اللي موجوده على الوول بتاع الاورطه وعلى الاليك فيزلز هنا تحت, برضه في هنا اسرومتس دي برضه بتهمني خصوصا في حالات الرينال ارتريسكوز ان انا عايز اتاكد ان ده ما فيش اسروما هي اللي قافله عامله رينال ارتريسكوز, ان انا بيهمني اعمل سي تي قبل الكونتراست عشان اشوف الكالسيفيكيشن, وسي تي بعد الكونتراست عشان اشوف الديجري بتاع الستنوزس الموجود في الكيدنس. فده هنا الرينال ارتري هنا على الرايت سايد, وده الليفت رينال ارتري, ده الليفت رينال فين اللي هو لسه بادئ يبقى اوسفاي لسه الكونتراست ما وصلش فيه كويس, ده الليفت رينال فين وده الرايت رينال فين داخل دايركت في الاي بي سي. ده الاكسيال ايمج اكسيال ريكونستراكشن برضه هنا اقدر اشوف السوبر ميزنتريك ارتري وده الاورطه, هنا الليفت كيدني والليفت رينال فين معدي 2002 اورطه, ده الاي في سي وده الرايت رينال, ده برضه الرايت رينال ارتري, ده الليفت رينال ارتري, ده الانفيرور فينا كيفا وده الرينال فين لسه بادئ يملى هنا اهو لسه بادئ يبقى اوسفايد وداخل على الاي في سي وده اللي هو السوبر ميزنتريك ارتري. الام ار انجيوغرافي نفس فكره السي تي انجيوغرافي, ان انا لازم احتاج احقن كونتراست برضه عشان اعمل بيتر ايفالويشن. في ام ار ممكن يتعمل من غير كونتراست بس ده ما بيبقاش الريزولوشن بتاعه كويس, لكن بيتر ان انا احقن الام ار اي. مشكله الام ار اي ان هو الجادرينيا خصوصا في العيانين اللي هم عندهم الكيميكال كليرنس اقل من 30, بخاف احقن جادرينيا عشان ما يحصلش اللي هو سيستميك نيفروجينيك فايبروسيس. لكن الام ار من الحاجات السيف ان انا ممكن يديني بيتر سوفت تيشو ريزوليوشن احسن من السي تي, مفيش راديشن مفيش ايودين بحتاجه, ممكن ما بيحصلش رياكشن للناس اللي عندهم رياكشن للايودين, ممكن ان انا استخدم الام ار اي, ممكن يحصل رياكشن بالجادرينيوم بس ده فيري رير. فالام ار اي ممكن يستخدم نفس استخدامات السي تي والعكس لو بس الريزوليوشن احسن من السي تي. في الحالات لو انا مش محتاج اعمل انجيوغرافي ده تثبتر ان انا اعمل ام ار احسن من السي تي, لكن لو انا محتاج اعمل انجيوغرافي الام ار اي او السي تي اي ده بيعتمد على الكيدني فانكشن وبيعتمد على الكيميكال كليرنس. لو العيان عنده كيميكال كليرنس زي ما احنا قلنا قليل اقل من 30 تثبتر ان انا افويد الانديكيشن بتاع الام ار انجيوغرافي ان انا اسسمنت الابدومينال اورتا رينال ارتريسكوز او من الفريكتومي نفس الانديكيشنز تقريبا بتاعت السي تي, بس زي ما احنا قلنا الام ار لوحده بريجننت السيف الاطفال بالذات كمان تثبتر ان انا اعمل ام ار عن السي تي عشان اقلل تعرض الاطفال للراديشن خصوصا جونادا راديشن والريكرنت او الفريكوينت جونادا راديشن ده ما بيبقاش مستحب في الاطفال, فالام ار بيبقى افضل في الحالات. ده صوره اكزامبل الام ار بسكادولينيوم, ده الاورطه, ده الرايت رينال ارتري وده الليفت رينال ارتري. الرينال استراكشر احنا قلنا زي ما قلنا الكدني بتبقى سراوندد بالكبسول اللي هو بيبقى فيه سين كبسول في الكدني. الرينال كورتكس بيبقى السكنس حوالي 2.5 سنتيمتر اللي هو الرينال كورتكس. بعد كده احنا قلنا الرينال مضلع اللي بيبقى فيها جواها البيراميدز, البيراميدز دي اللي احنا قلنا بتبقى عامله زي الرينال بيراميدز بتبقى كونكال شيب اللي هي البيس بتاعتها ناحيه البريفري والتب بتاعتها اللي هي البابيلي اللي بتبقى دايركت ناحيه الهايلم.
البابين اللي بتفتح بالمينو كيليكس والمينو كاليسس بتتجمع كل واحد لثلاثة بيفتحوا وبيعملوا الميجو كيليكس اللي بعد كده بيفتح في الفيلز. ده اللي هو كروس باثولوجي, ده كروس سكشنال, ده طبعا ده الرينال كورتكس, ده المظلة, وده المظلة هنا, ده البيراميدز اللي هي البابين اللي بتفتح هو المينو كاليسس. ده الالترا ساوند برضو كورليتد مع كروس باثولوجي, برضو ده الرينال كورتكس, ده زي البيراميدز اللي هو قلنا البيراميد الشيب, والتيب بتاعته هنا بتفتح في الميو كيليسز بالالترا ساوند. الام ار برضه نفس الفكره, بس انا بحتاج عشان اشوف الكورتيك مضرر ديفرنشيشن في السي تي او في الام ار ان انا اعمل سي تي او ام ار ويز كونتراست. فعشان اقدر اشوف هنا الايرلي ام ار ويز كونتراست بقدر اشوف الرينال كورتكس هنا, حته الهايبو اللي في النص دي اللي هي البيراميدز, وده جزء كله اللي هو الانر بارت, ده اللي هو المظله. الجزء اللي هو البيراميد الشيب ده اللي هو الهايبو انتنس هنا في الام ار, ده اللي هو الرينال بيراميد اللي هتفتح بعد كده في الرينال الماينو كاليسيس اللي بتفتح في الميجو كاليسيس وبعد كده في الرينال بيكس. الكاليسيس اللي هي احنا قلنا بتجمع البابيلي, البابيلي اللي بتفتح جوه الماينو كاليسيس كل 3 4 بيفتح في ميجو كيليكس, بعد كده الميجو كاليسيس بتفتح في الرينال بيلبس. الرينال بيلبس بيبقى عباره عن برود دايليتد بارت من اليورينري سيستم ولوكيتد في الهيلم, والرينال بيلبس بيفتح في اليوريتر, ده برضه كروس باثولوجي. ده زي ما احنا قلنا الرينال بابيلي هنا بتفتح في الماينور كيليكس اهو, ده البيراميد اللي هو الجزء ده اللي بعد كده بيفتح في المينور كاليسيس. المينور كاليسيس بتتجمع كل اثنين او ثلاثه منور كاليسيس بتفتح في المينور كيليكس, وبعد كده المينور كيليكس بتفتح في الرينال بيلبس. ده اللي هو ماجنيفايد بيكشر او صوره لماجنيفيكيشن لاي او اي, واقدر اشوف هنا ده الفورميسيس بتاعت المينور كاليسيس, كل اثنين لثلاثة ماينور كاليسيس هنا يفتحوا في الميجور كيليكس, بعد الميجور كيليكس كلها بتتجمع وبتفتح في الرينال بيلبس, والرينال بيلبس بيفتح بعد كده في اليوريترا. ده ام ار برضه بقدر اشوف هنا الماينور كاليسيس هنا, دي المينور كاليسيس هنا في التيتويتد ام ار اللي هي بتبقى فلويد فيلد باليورين. ده المنظر الماينور كاليسيس بالام ار مزود كونتراست. اليوريتر اللي هو الجزء اللي بعد كده بيوصل من الرينال بيلفس عشان يوصل اليورين من الكيني للبلادر اللي هو اليوريتر, ده بيبقى حوالي من 25 30 سم في اللينس, وبيبقى حوالي 3 ملم في الدايمتر, بينزل داون وورد وميدياني وبيفتح في الترايجوم بتاع البلادر. في ثلاث اماكن بيبقى فيها نورمال نارنج, بتبقى نورمال نارنج سايت في اليوريترز عشان ما نقولش على الاستراكشر, واحنا بنبص على حاله اي بي بيز اللي هو الجزء بتاع اليوريتر بيلفيك جنكشن استراكشر, ومكان دخول اليوريتر جوه البيلفس يعني عند البايفوركيشن بتاع الاليا بريزل, لما الاليا بريزل بيبقى كروسنج مع على اليوريتر, ومكان دخول اليوريتر في اليورينري بلادر. ده من الاماكن برضه اللي ممكن يحصل فيها انفكشن لو عينه عنده ستون وبتنزل, ده من السايتس اللي ممكن يحصل فيها انفكشن. البلاد سبلاي بتاع اليوريترا الباسكوليتشر بيجي من اليوريترا برانشز, بتيجي من الكيدني او تستيكولار اور اوفيريان, يعني بيجي من الجونادا البيزلز او بيجي من الكيدني, وممكن ياخد دايركت من الابدومينال اورتا, ده اليوريتريك ارتريز. رينال اند تستيكولار اوفيريان بيز سبلاي الفينس درينج, يعني هي برضه الفين بتاعتها بتدرين في الرينال او في الجونادا البيزل. ده اكزامبل سي تي ويز كونتراست او سي تي يو, ده بقدر اشوف النورمال كاليبر بتاع اليوريتر هنا في اكزل سي تي سكان, ده اللي هو البول بتاع الليفت كدني الرايت كدني هنا اسف, بقدر اشوف عند ده الليفل ده في الاكزل سكان, ده النورمال كاليبر بتاع اليوريتر اللي احنا قلنا ما يزيدش عن 3 ملم, اكتر من كده بنعتبره دايليتد, وده دايليتد يوريتر. ده سي تي ويز كونتراست او سي تي يو, ده سي تي وزاوت كونتراست اجزل برضه, ده شايف هنا الاورطه وده الاي بي سي وده النورمال يوريتر هنا, بس مفيش فيه كونتراست لسه ما ملاش, ده الرايت يوريتر وده الليفت يوريتر نون دايليتد نورمال كاليبر. ده اكزامبل برضه ده النورمال اي في بي والكاليسز الماينور كاليسز اللي بتلم في الميشو كاليسز في البلبس في اليوريتر, واليوريتر هنا في نورمال كاليبر نون دايليتد. اخر حاجه اللي هي اليورينري بلادر اللي هي بتبقى اللي هو بيبقى بيلفيك اورجان, بيبقى ده ماسكولار اورجان, ده بيبقى بيأكت از ريزرفوار فور يورين, والكباسيتي بتاعته بتبقى حوالي 300 600 مللي, ده اليورين بيتجمع فيها من اليوريترز جوه البلادر عشان بعد كده تبقى يحصل ايفاكويشن اليورين ثرو ذا يورين. السايز والشير بتاعها بيبقى فاريبل, يعني لو البلادر مليانه او فاضيه, لو البلادر فاضيه بتبقى الشير بتاعها حوالي بيبقى تترا هيدرا,
لكن لو هي مليانة بتبقى أوفل أو راوند. اليورينال رونز ما احنا قلنا اليورينال بتخش في الترايجونز وبعد كده اليورينال لما بيحصل فيلنج بتبقى البلادر بتفضي ثرو اليوريثرا. البريتونيوم بيبقى كفرنج للسوبيريور سيرفيس بتاع البلادر بيبقى ريفليكتد من عليها للانتيريور بتاع اليوترس في الفيمين از جانكشن بين ذا بودي اند ذا سيرفيكس وانكلوزد سبيس از الورد زايكل دراين باوتش. يعني نشوفها بعد كده ان هو البروتينيوم لما بيبقى ريفليكت بيعمل حاجه اسمها فيزيكول تراين باوتش لما بيبقى ريفليكتد من السبيلو سيرفيس بتاع البلادر للمتراس. المينز البروتينيوم ريفليكتد من البلادر للسبيلو سيرفيس بتاع السيمينال فيزيكلز والدكتس ديفرنس والبلادر ريلاتيفلي فري تو موف اكسبت النك بتاعت البلادر. يعني اللي فيكسد في البلادر هو النك لكن البلادر غير كده هي بتتحرك فريلي. والبروتونيال ريفليكشن بيعمل ريكتو فيزيكال باوتش في المين. يعني في مين بروتونيال ريفليكشن من السبيرو سيرفيس للريكتم بيعمل ريكتو فيزيكال باوتش لكن في المين ريفليكت من السبيرو بوردر بتاع البلادر لليوترس بيعمل الفيزيكال يوتراين ومن اليوترس للريكتم بيعمل الريكتو يوتراين باوتش. ذا اكزامبل ده السبيرو سيرفيس بتاع البلادر ده ساجيتال دي تو ويتد ام ار في البلادر ده البلادر فيلد وزورين ده السبيرو سيرفيس بتاع البلادر ده المفروض البروتونيال ريفليكشن هنا فوق البلادر اللي احنا قلنا بيعمل فيزيكال يوتراين باوتش. بعد كده البروتونيال بيرفكت من البلادر لاوفر الريكتم بس مش هيبين هنا في القط ده كويس اللي بيعمل الريكتو يوتراين باوتش. الحاجات برضو مهمه جدا في الاستادي بتاعت البلادر غير ان انا ممكن الام ار او الالترا ساوند او السي تي اللي هو الفيزيكو او الفويدنج سيستو يوريثروجرام ان انا افل البلادر دي هنا في كاثتر هو اليوريثرا ما تملى البلادر بعمل البلادر عن طريق اسطره وبحط املى البلادر بالكونتراست واسك البيشنت ان هو يعمل فويدنج عشان اسس الكباسيتي بتاع البلادر اي ريجولاريتي في الجول لو في بوستيريور سيرفال بايبان او لو في ريفلكس زي في الحاله دي في اليوريترز. فدي من الحالات المهمه جدا برضه في الاستادي بتاعت البلادر ان انا اعمل فويدنج سيت تو يوريثرا كروم سي دي اتس ايزي برضه ان انا اسس البلادر سموز وول ده اغزل سي دي سكان اوف ذا بلفيس smooth wall urinary bladder with clear fluid content and size urinary bladder. CT with contrast بعد ما احقن intravenous contrast بعد 10 دقايق استنى البلادر كاملة واشوف البلادر اعمل reconstruction للبلادر عشان اقدر اشوف البلادر في السجيتال او الاكزل او الكورونال فيوز ده سجيتال فيو للبلادر reconstructed this bladder filled with contrast. بالالترا ساوند برضه زي سيم ان انا اقدر اشوف الالترا ساوند من غير ما احقن كونتراست من غير اي حاجه ده زي ما احنا قلنا الالترا ساوند از ايزي تو دو بات ان انا اقدر اشوف الميجر باثولوجي بس بتاعت البلادر اشوف البلادر وذ سموز اوت لاين كلير فلويد ما فيش فيها ديفرس ما فيش فيها اي حاجه سجست انفكشن او هيموريج انسايد ما فيش ماسز واضحه في الغول بتاع البلادر. اخر حاجه اخر سلايد تو سلايدز تقريبا خلاص يعني اللي هو الاسسمنت الفانكشنال اسسمنت. احنا اتكلمنا قبل كده على المورفولوجيكال اسسمنت بتاع الكيدنيز هاو تو اسس الايمج الكيدني اليوريتر البلادر سيمبل كده في فاضل حاجه اللي هو الايزوتوب ستادي للكيدني تو اسس الكيدني فانكشن اند اناتوميك انفورميشن. بستخدم اللي هو تكنيشن تكنيس 99 بستخدم الماكس 3 الدي بي اي والدي ام اس اي. الماكس 3 اللي هو والبي تي بي اي دول بيستخدموا اصلا عشان احدد الكلوميريال فلتريشن ريت ودول بيستخدموا ان انا باسس ادينا فانكشن وايفالويت الكيدني اوستراكتد اور نان اوستراكتد. الدي ام اس اي اللي هو كورتيكال ايمجنج بستخدمه ان انا حالات البايلونفرايتس او في حالات الرينال سكار ان انا بقدر اشوف السكار في حالات الكيدني في حالات الانفكشن. ده اكزامبل دي تي بي اي تكنيس دي تي بي اي ده الايرلي ريفيوجن ايمجز بوست كيدنيز ار ايكوال ان فانكشن. وبعدين بشوف التريسر بيبدا يتجمع في الكيدني المفروض في اخر صور هنا الكيدني تبدا تفضلي لكن هنا الكيدني ستيل الكونتراست ستيل جوه الكيدني بشوف الكيرفز ما فيش حصلش دروب للكيرفز في الايزوتوبرين جرام ده سجست ان الكيدني اوبستراكشن. فالدي تي بي اي والماكس 3 بيستخدموا الايفالويشن بتاع الرينال فانكشن لكن ال دي ام اس اي ده اللي بنستخدمه في حالات الكورتيكال سكارنج دايجنوز دايجنوز اوبستراكشن بنستخدم دي تي بي اي والماكس 3 وانتريس ريتش ان كولكتنج سيستم دايريتك
given. احنا بنحقن دايروسس بعد حوالي 3 دقائق من الانجكشن اوف ايزوتوب تريسا. بعد كده بحس اشوف التي تايم اللي هو الوقت اللي خدته نص الوقت اللي خدته الكدني عشان تفضي التريسا, ده اللي بسميه تي هاف بيست اون سلوب اوف ذا كيرف. بالدبل الاقيسه من الكيرف. لكن الدي ام اس اي اللي احنا قلنا ان احنا بنستخدمها في الايفالويشن اوف فايل نيفرايتس اور كورتيكال سكار. ثانك يو. ويعني حضرتك مع رغم المحاضره كبيره جدا اللي نفسي عملتها بكثره اسئله جدا جدا جدا, وزي ما قلت الفيديو يعني نستعين بالفيديو والكلام اللي بقى شيء. اي اسئله بتقولها؟ بس يا دكتور هادي البيت فولز في الاكيوت اوبستراكت اللي هو سي مع التر سي, يعني انا لما جاي هو اريد اعمل نوعيه الفولز بس جاي دايس نتيجه فولتنج بالليل وجايتين لحاجه هيديني امبريشن ان الهايدروجين قوي, بعد ما اديله فلويد هبتدي الاقي الليدي كبيره على النقيض برضه. لو ايرلي اوستراكت زواسي وارد ما يكبرليش كده, يعني هرجيه بعد اسبوعين, يعني اقصد مش هقول ان هو في الحالات اللي كنت بصرخ طبعا احنا بنعمل ده كان ان شاء الله محاضره دلوقتي في المحاضره, يعني احنا بنعتمد اساسا على السي تي في الحالات دي بالذات. يعني بالنسبه للاستراكشر بتعتمد على السي تي او الام ار او الام ار او ده يعني سيبها محدود. خلاص ماشي, اسئله ثانيه يا جماعه؟ خلاص اقول اسانسور بقى, شكرا يا محمد, يعني ده وقت